السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الإطلالة الجديدة اللي إن شاء الله غادي نخصوها الخصائص العامة ديال التغاريد ديال الطائر المالينو. فأولا قبل كل شيء بغيت نبارك لكم العيد، عيد مبارك سعيد لكل الأحباب وكل الأصدقاء وكل المتتبعين الكرام. فكنتمنى إن شاء الله تكونوا لبستوا العيد بخير وعلى خير مع أهل ديالكم والأحباب، والله يخلع لكم الصحة والسلامة والهنا وزيد الرزاق، والله يبعد عنا الجائحة بإذن الله ويحفظنا ويحفظ الأمة الإسلامية جميعا. نبدا وغادي هاد الحلقات ديال التغاريد ديال الطائر المالينو، فغنديروها سو فورم ديال حلقات اللي هي مجزأة إلى أجزاء، وكل جزء غنتكلموا فيه بواحد التفاصيل فبعض المسائل اللي كتعلق بهاد التغاريد. فغادي نبداو الجزء الاول اليوم هو الخصائص العامه ديال التغاريد ديال الطائر المالينو. فما كما كتعرفوا بان التغاريد ديال الطائر المالينو او لا شونسون اللي هي متبعينها المربين والمهتمين بهذا الطائر هذا، فهي التغاريد المائيه، وهي هي المتبعه من طرف المربي او محبين تربيه هذا الطائر. يعني التوجه التغريدي هو التغريد المائي بعكس التغريد اللي عند كاناري هارس اللي هو تغريد البحث عن العمق، يعني ستان شون كرو اللي كيقلبوا عليه بزاف، كيقلبوا عليه لي زيلفور ديال الهرس. فحنا بالنسبه للمالينو فكنقلبوا على لو شون لي وا مولي. ف لا شونسون ديال المالينو كتنقسم الى دي تور، يعني مقاطع. هاد المقاطع فيهم مقاطع اللي هما موروثة وفيهم مقاطع اللي هما اكي. هاد المقاطع الموروثة كذلك كتخضع لبعض المسائل اللي كتاثر في الخروج ديالها، يعني في الفينوتيب في التغاريد. ملي كنشوفوا التغاريد ديال الابناء فكاين شي مسائل اللي كتاثر في هاد لي جين اللي هما موروثين من الاباء ومن الاجداد ومن الاصول. ف المؤثرات فهي مؤثرات خارجيه ديال الميليو، يعني كالتغذية، كالإضاءة، كالحرارة، كالونتوراج ديال الطائر فين كيتواجد إذا كان كيتواجد طيور أخرين، أو البلاصة فين كيدار لي الفاج ديال فين يدير لي الفاج كذلك. المهم هاد المسألة هادي ديال الفينوتيب، حيت الفينوتيب عندنا بالنسبة لحنا المالينوا هو التغاريد حنا اش كنبازيو بزاف حنا. إذا الفينوتيب كاش كيساوي؟ كيساوي جينوتيب زائد الميليو أومبيون. هذه بالنسبه للفقره الثانيه. الفقره الثالثه هو كما كتعرفوا بان لا شونسون ديال المالينوا كذلك او الاغروده ديال المالينوا فهي كتنقسم الى مقاطع. المقاطع فكتنقسم كذلك الى تركيبات حرفيه، يعني لي تور كينقسموا مع لا شونسون كتنقسم لي تور، لي تور كينقسموا لي سيلاب لتركيبات حرفيه. التركيبات الحرفيه فيها حروف ساكنه وحروف اللي هما متحركه لي فويال، وكاين لي كونسون. هاد لي كونسون بعض الاحيان كيجيونا كومبوزي وبعض الاحيان كيجيونا سامبل، كذلك بالنسبه لي فويال. فبعض الاحيان كيكونوا كومبوزي فبعض الاحيان اخرى فكنلقاهم عند دي تور كنلقاهم سامبل. اذا بالنسبه للاغروده ديال هذا الطائر كذلك فهي كتنقسم الى تغاريد اللي هي متقطعه وتغاريد اللي هي غير متقطعه، يعني كتنقسم الى ديتور انتيرومبي وديتور ان انتيرومبي. من بعد نهضروا بالتفاصيل على هاد لي تور هادو. المهم من الخصائص العامه كذلك نهضروا على لا سونوريتي اي فاري اذا نوزو ان نوتر، دونك كتعاوتاني كتختلف من طائر الى اخر. هاد النغمه هادي او الصوت او لا سونوريتي هي كتجينا بعض الاحيان كتجينا بصفه عاليه، يعني هوت، مره كتجينا متوسطه موين، مره كتجينا منخفضه. كاين عاوتاني نهضروا على الايقاع، لا كادونس مهمه جدا بالنسبه للمتتبعين ديال المربين ديال هذا الطائر ديال المالينوا. فلا كادونس كذلك فمرة كتكون سريعة، مرة كتكون متوسطة، مرة كتكون بطيئة. فنجيو عاوتاني لا بروفوندور كذلك، لا بروفوندور كتكون متوسطة وبعض الأحيان كتكون منخفضة، وكتكون في بعض الأحيان أخرى كتكون جد منخفضة. يعني بالنسبة لا بروفوندور مرة كتكون في موين، مرة كتكون بروفوند، مرة كتكون تري بروفوند. دونك هاد المسائل كلهم كنعتمدو عليهم في سميتو في التصنيف ديال المقاطع. بالنسبه
علاش هذه المسائل مهمة جدا؟ هذه المسائل مهمة جدا علاش؟ لأن باش كي يعاونونا باش نحاولوا نصنفوا ونعرفوا المقاطع ونحاولوا نخلفوا بعضياتهم ونصنفوهم ونحطوا المقطع في بلاصتو. يعني كاين كاين حيت كاينين لي مقاطع، كاين مقاطع وكاين كاين مقاطع اللي كيتشابهوا وكاين مقاطع اللي يقدر انهم يتلفوا لينا بيناتهم. دونك خاصنا نبازيو على لا تيوري باش كنعرفوا المقطع بالضبط وكنحطوه في بلاصتو. هنالك جزء اخر ان شاء الله غادي نتابعوا الجزء الثاني في الحلقه المقبله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.